سلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ عدنان المساوي، لكم منانا. حياكم الله يا شيخ عدنان. ممكن استفسار نصف دقيقة فقط؟ نعم تفضلوا. لماذا الأئمة المعصومين، أو بالأخص الإمام علي عليه السلام، في خلافته ظلم زوجات النبي ولم يعطيهن إرثهن من فدك؟ يعني ده سؤال يا شيخ بريء، مش المفروض إرث فدك ده يقسم؟ ليه ظلم نساء النبي ولم يعطوهن إرث فدك؟ من معي يا حبيبي أنت؟ من؟ معاك رامي عيسى يا شيخ. من أي بلد؟ من مصر يا شيخ. هو انت جايب لي عروسه يا شيخ عدنان؟ اجب لو سمحت. ليه سيدنا علي سلام الله عليه يعني منع نساء النبي صلى الله عليه وسلم من ارثهن من ارض فدك؟ اولا فدك اعطاه النبي صلى الله عليه واله الزهراء على حياته. يعني هي ارث ولا هبه؟ لا هي هبه. جميل، هبه. لماذا لم يعطي بقيه نسائه؟ اذا عياذا بالله، عياذا بالله، النبي يظلم بقيه بناتي. اصل اقصد، لماذا لم يعطي بقية بناتي؟ هو حر يا أخي. يعني ايه هو حر يا شيخ؟ يعني ينفع ان انا اعطي هبة ولا اعطي البقية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يعطي بقية بناتي؟ اجب يا شيخ لو سمحت. هو حر يا أخي. يعني انت هتتخانق يا شيخ؟ انت بتقلي صوتك ليه يا شيخ عدنان؟ اسال الله ان يشرح صدرك للاسلام يا رب. لا يا شيخ عدنان، النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده بقية نسائي لا يشهد على جور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعيد بناتي، بقية بناتي أقصد. فلماذا أعطى لإحدى بناتي ولم يعطي الباقي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عنده بنات الزهراء؟ نعم، ولو أثبت لك الآن من أكثر من 15 عالم شيعي يثبت بنات النبي صلى الله عليه وسلم. بناته من صلب. ايوه يا شيخنا. تاني حاجه يا شيخنا، انت معك دليل ان الانبياء يرثوا؟ الحديث في مرآة العقول حسن، نحن معاش الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقه. يعني والحديث حسنه المجلس في مرآة العقول، وذكروا الخميني ايضا. فلماذا انت حضرتك تقول ان سيده فاطمه ترث؟ يا اخي اولا الزهراء ترث. على فكرة أنا أوقعتك يا شيخ، أنت لسه قايل هبة من شوية، ودلوقتي قلت لي تارث. لا 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 لا، إزاي؟ أنا ما قلت فلك يا أرث، أنا ما قلت فلك يا أرث. ما أنت قلت لي دلوقتي الزهراء تارث يا شيخ. لكن لم أقل فلك. طيب يا شيخ، لماذا أما سيدنا علي سلام الله عليه أصبح خليفة للمسلمين لم يرجع أرض فدك لأبناء الزهراء؟ من الذي أرجعها؟ سيدنا علي لماذا لم يرجعها؟ انتوا تقولون عمر بن عبد العزيز. نعم. طيب لماذا هل عمر بن عبد العزيز يعني عياذا بالله في دين حضرتك اشجع واعدل من علي بن ابي طالب انه يرجع ارض فلك؟ لا ليس عدل، لا ليس عدل، لكن الظروف قد تكون لم تسمح في ذلك الوقت. يعني ظروف ايه؟ سيدنا علي خرج وقاتل في النهروان وقاتل هنا وهنا وتقول لي الظروف لم تسمح؟ اسالك سؤالا واحدا. اتفضل. تفضل. يقول البخاري عن النبي صلى الله عليه واله ان خلفائه من بعده 12 خليفه كلهم من قريش، من هؤلاء ال 12؟ كحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي موجود في بحار الانوار ان الامه ستفترق الى 73 فرقه منهم. ما اسمعني بقى، ما انا اجيبك اهو، ما انا اجيبك على سؤالك. اسمعني، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان قال ستفترق الامه الى 73 فرقه. عد لي ال 73 فرقه، اعد لك ال 12 خليفه. هل انا مامور ان اعد ال 73 فرقه اللي النبي قال عليهم، ولا لسه مامور بان انا اعد ال 12 خليفه؟ بس ارد على الحديث اللي انت استدللت بيه دوت، ومش مهم اطلع من الموضوع اللي حضرتك قربت منه. اول نقطه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين عزيزا ما وليه 12 خليفه، ما فيهوش اماما على فكره، ده من بعض تدليسات الرافضه. لا يزال الدين عزيزا. هو الدين كان عزيز في عهد الصادق او الباقر او الجواد او الرضا او الحسين؟
لا انت عندك الحسين مات مقتول صلى عليه السلام ولعن الله قاتليه، بل انت عندك الباقر ما من امام الا يموت مسموم او مقتول، وكلهم كانوا اذلاء في دينك بدليل استخدموا التقية وقالوا كما جاءت الرواية في كتاب الكافي: انتم على دين من كتمه اعزه الله ومن اذاعه اذله الله. فانتم كنتم اذلاء، دين اذلاء، دين الامامية الاثني عشرية. فما ننظر للحديث نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين عزيزا. لكن لو رجعنا لقول الله تبارك وتعالى وعد، اسمعنا اسمعنا اجاوب على النقطه دي، الله سبحانه وتعالى قال: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فهل الله مكن لائمتك؟ لم يمكن لائمتك بدليل اخر امامك الهارب اللي بقاله 1200 سنه، لكن هل مكن لابو بكر؟ نعم. لعمر؟ نعم. لعثمان؟ نعم. لعلي؟ نعم. لمعاويه؟ نعم. وللحسن؟ نعم. ممكن بقى نرجع للسؤال اللي انت حضرتك هربت منه، لماذا علي لم يرجع ارض فدك هذه الهبه الى ابناء الزهراء؟ انا انت سالتني سؤال واجبتك ووضحت ليك وبينت ليك، وانا سالتك سؤال لم تجب. طيب ممكن حضرتك تقول لي ليه بعد كل امام كنت بتختلفوا؟ يخرج الواقفة، يخرج الزيدية، يخرج حتى يعني ده دليل ان مفيش نص على الائمة اصلا. انا لو قلت لك 6236 آية في القرآن الكريم يا شيخ عدنان هات لي منها آية واحدة تتكلم او تذكر ائمتك الاثني عشر، لا. طب نشوف نرى ان فرعون ذكر في القرآن 74 مرة، نرى ان النمل والجراد والضفادع والقمل والخيل والبغال والحمير كل ده يذكر، ولا يذكر امام واحد من الاثناشر امام اللي ترك امامتهم كافر نجس اللي هم افضل من الانبياء والمرسلين. والله نصيحة من سني مشفق عليك يا شيخ عدنان، دعك من هذا الدين ورب الكعبة فانه دين باطل لا يستخدم لا قرآن ولا سنة. وانا عندي اطمئنان ايضا ان الحق عند آل البيت والله، ولكن الحق ليس عند الامامية الاثني عشرية. الحق عند آل البيت ولكن ليس عند الامامية الاثني عشرية. انا لو سألتك سؤال الان، كتاب الكافي كان موجود في عهد السفراء الاربعة، لماذا وفي عهد في الغيبة الصغرى للمهدي، لماذا محمد بن يعقوب الكليني لم يعرض كتاب الكافي على السفراء الأربعة يقدموه للمهدي؟ ليه احتفظ بالكتاب ورفض عرضه على المهدي ورفض عرضه على السفراء الأربعة؟ محمد بن يعقوب الكليني مات والسفير الرابع كان لسه عايش، ومع ذلك ما عرضش عليهم. كل هذه الأحاديث مكذوبة على آل بيت رسول الله يا شيخ عدنان، انجو بنفسك من النار والله يا شيخ عدنان. ما انا اللي غربت وشرقت، مش حضرتك اللي سالتني الاول عن، انا سالتك عن فدك، وبعدين حضرتك سالتني عن الاثني عشر امامه، وبعدين حضرتك قلت لي نحن على حق وآل البيت، وانت متعاطف مع آل البيت، بس آل البيت وانا كمان ارى ان الحق مع آل البيت، بس الحق مش مع المجلس اللي بيقول القران محرف، الحق مش مع نعمة الله الجزائري اللي بيقول بوجود 2000 رواية تقول بتحريف القران، الحق مش مع نور طبراسي اللي فاصل خطاب في تحريف كتاب رب الارباب، الحق مش مع محمد بن يعقوب الكليني اللي بيقول لك ان الائمة هم اسماء الله الحسنى وان النبي رضع من ابو طالب وان فاطمة مسكت بتلابيب عمر، ولا الحق مع سليم بن قيس وكتاب، وانت تعرف ان ابان بن ابي عياش اللي واصل اليه الكتاب هذا كذاب كما قال السيد كمال حيدري. انا ادعوك لمنهج لمذهب اهل السنه والجماعه، مذهب النفس المطمئنه يا شيخ عدنان والله. ايه رايك؟ والله انا حفظت هذا الدين هذا المذهب، اقصد هذا المذهب مذهب السنه والجماعه، وجدته نقيا لا اساس له لانه بني على السقيفه. طيب جميل، هل اعترض علي بن ابي طالب على السقيفه؟ اكيد اعترض. فين هات؟ في الخطبة الشقشقية في مسجد البلاغة. مش عيب يا شيخ تستدل بالخطبة الشقشقية الضعيفة اللي فيها عكرمة مولى ابن عباس، يعني مش عيب تستدل بخطبة ضعيفة، هات لي من القرآن إن علي إمام، هات لي من السنة علي هو الخليفة من بعدي عليكم هو إمام منصب. يقول أبو بكر أقيلوني كما قال كما قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت، وكما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكما قال زين العابدين: وعصيتك بفرجي فسترتني. يا أخي هذا الدين العظيم يتركه النبي صلى الله عليه وآله بلا وصي وبلا خليفة،
كيف تعقلون؟ أين أقول؟ من قال إن النبي ترك بلا خليفة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر، وقالوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، في بعض الروايات وكل ضلالة في النار. تاني حاجة، ما أنت مهديك متغيب بقاله 1200 سنة، مهديك متغيب بقاله 1200 سنة، واستفدنا من الرسالة العملية للمرجع أكتر من مهديك. مهديك متغيب بقاله 1200 سنة، واستفدنا من الرسالة العملية للمرجع أكتر من مهديك. أين مهديك من 1200 سنة؟ موجود. موجود فين؟ موجود فين؟ حاضر حاضر. حاضر فين؟ كله أوهام. أنتوا استفدتم من الرسالة العملية للسيستاني، والرسالة العملية لصادق الشيرازي، واستفدتم من الانقلاب اللي عمله الخميني بولاية، ببدعة ولاية الفقيه، وقام عليه الشيرازية كفروه وقالوا له لا، المفروض شورى الفقهاء. استفدتم من هؤلاء أكثر من مهديكم المتغيب بقاله 1200 سنة. فكر في كلامي يا شيخ عدنان الموسوي، واسال الله ان يشرح. اسمعني اسمعني يا شيخ عدنان، فكر، مش انا وانتم واحنا مش في اهلي وزمالك، فكر في كلامي واسال الله العظيم ان يشرح صدرك الى الحق، يعني بعد عجز حضرتك عن الاجابات عن هذه الاسئله. تسمح لي ارفع التسجيل ده على اليوتيوب ولا بلاش؟ انا اعتقد ان هذا الاتصال مخادعه. يعني تسمح لي ارفعه ولا بلاش؟ لا، ما ترفع. انت تتصل معي متى ما طلبت مني الاتصال. شكرا يا شيخ عدنان، ان شاء الله نرفعه اليوم على اليوتيوب. شكرا ليك، كان معكم الشيخ عدنان الموسوي، وطبعا كالعاده لا يريدون رفع التسجيل، لا ادري لماذا. نسال الله ان يهديه وان يشرح صدره الاسلام يا رب.